قرار رقم 19 يرسم بما يلي: المادة الأولى: تم تعيين الأشخاص الآتية أسمهم أعضاء في لجنة الحج والعمرة لعام 2017. السيد جبرين السعيد عمة، الشيخ إدريس أبو بكر، الدكتور عادل سقيرون تراب، السيد صالح آدم، الدكتور النور محمد عبد العزيز، السيد شريف حسيني، السيد إدريس يوسف بوي، السيد محمد نور إبراهيم، السيد علي محمد آدم، السفير تشاد بالمملكة العربية السعودية والقنصل العام لتشاد بالمملكة العربية السعودية. المادة الثانية: إن هذا القرار يسري مفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل حسب الحوجة جمينة في 31 من مايو 2017. التوقيع إدريس ديبي إتنو. بهذا القرار ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.